بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم نستقبل ما بدناه من المسائل على هذا المقرر 102 اليوم هنتكلم عن شابتر 3 الستاتيكس هناخد أه، أول مثال أه، Two forces with equal magnitudes but opposite directions Two forces يعني قوتين with equal magnitudes بمقدارين متساويين يعني القوتين دولة لهم نفس المقدار but opposite directions ولكن في اتجاهات مختلفة act on an object as shown in this figure طبعا هذه القوتين هاتين القوتين بيأثرة في شكل تمام في جسم زي ما زي, زي كده بالظبط انا عندي هنا في نقطة B هنا في نقطة F هذه النقطة تبعد مسافة X1 عن النقطة B في قوة تاني F برضو وبتبعد مسافة عن عن B مقدار x2 طبعا هنا F و F لأن القوتين متساويتين المسافة ال... ال F, ال... F دي مسافة بينهم L يبقى L بين القو... بين القوتين L find tau tau هي طبعا زي ما قلنا اللي هي التورك اللي هي العزم عزم about B يبقى هو عايز عزم القوتين حول حول B طبعا قانون بتاع العزم تاو معروف انه ب... احدى القوتين في المسافه اف ادي الادي اف وادي المسافه اللي بينها وبين بي اكس 1 ادي اف والمسافه بينها وبين اكس 2 طبعا اف لما هتتحرك هتحرك في هذا الاتجاه عكس عقارب الساعه وبالتالي يبقى القيمه موجبه يبقى اف في اكس 1 موجب الاف الثانيه هتحرك في هذا الاتجاه يبقى مع اتجاه عقارب الساعه يبقى ماينس نيجاتيف يبقى اف اكس 2 يبقى اف اكس 1 ماينس اكس 2 اف اكس 2 وبعدين ممكن ناخد اف مشترك يبقى اف اهو x1 ماينس x2. هنا لو بصينا على الشكل الاكس x2 ماينس x1 تدينا ايه؟ اهو اه في بعض الناس بيقولوا ال، x2 ماينس x1 ال. طب لو عكسناها تبقى x1 ماينس x2 تدينا ايه؟ نيجاتيف او ماينس ال. يبقى هنا في هذه الحالة بتساوي ال اف. يبقى عوّض عن ال x1 ماينس إكس 2 بماينس ال ماينس مين بماينس ال طبعا ال الإشارة ساين هنا ذا ماينس ساين مين ذات ذا نت تورك اوز كلوك وايز روتيشن ده بتعني ان العزم الكلي في كلوك وايز روتيشن في نفس الدوران بتاع الكلوك وايز دي مسألة لو خدنا مسألة تانية مسألة تانية تو تشيلدرن the plane of weights w1 and w2 طبعا المسائل دي يا شباب معاكم في المذكره يعني انا جاست ان انا بقرا المساله يبقى المساله امامك احنا بس بنحل مع بعض هذه المسائل يبقى two children of weights اوزانهم w1 and w2 are balanced on a board قاعدين في حاله اتزان على لوح خشبي pivoted يعني مرتكز هذا اللوح about its center عند المركز بتاعه يعني أنا ممكن أرسم هذه المسألة أهو، أدي اللوح الخشبي اللي هو بيتكلم عليه، بورد هنا الطفلين دول، أدي الطفل الأول، دبليو1، وأدي الطفل الثاني دبليو دبليو2. أماكنهم هنا، هنا اللوح ده بيرتكز عند نقطة ب، يبقى أدي ب، والبي طبعا هنا فيه رد فعل، نورمال فورس، تمام، عند البي هي. اللي عند ارتكاز المسافة بين ال P W1 هي عبارة عن X1 يبقى X1 اهي والمسافة بين W2 وال P هي عبارة عن X2 اهي يبقى ده X1 وده X2 عايز ايه هو؟ What is the ratio of their distances? يعني عايز الـ X2 على الـ X1 الـ X2 على الـ X1 هي ده السؤال بتاعي لو فرضنا انه الw W1 هيديك الw W1 ب 200 نيوتن نيوتنز والw 2 وزن الطفل الثاني 400 نيوتنز وال الـ ال X1 بيساوي 1 متر يبقى هو از X2 يبقى هو عايز الx 2 عشان يقدر يجيب النسبة بين الx 2 والx 1 يبقى هو از X2 نجيبها من فين؟ أفكر على طول ما ما دام مديني مسألة زي كده يبقى أنا أفكر في في الستاتكس على طول انا هجيب اول محصلة التاو about t about b submission of tau submission tau تمام about b يعني محصلة العزوم حول b محصلة التاو حول b اللي هي دي تاو بتساوي ضرب القوتين في المسافة بين بينه وبين b ال w1 تتحرك طبعا كده اهو في هذا الاتجاه يبقى بتاخد موجب ما دام عكس عقارب ساوي يبقى w1 x 1 مضروب في المسافه لو بصينا على دبليو كده ادي ادي البي اهي يبقى هيتحرك كده اهو يبقى مع عن قرب الساعه بالماينس يبقى ماينس دبليو 1 في اكس 2 بعدين خلاص يبقى ده السميشن اوف تاو سميشن اوف تاو ده تمام ذا بادي ان اكواليبريم هو قال لك ات بالانسد بالانسد يعني ان اكواليبريم الجسم في حاله اتزان ده معناه ان سميشن تاو بيساوي زيرو ده معناه ان الكلام ده بيساوي زيرو تمام هذا يؤدي ان W X1 equal دي W2 اسف تساوي W2 X2 ده معناه ان X2 على X1 يساوي W1 على W2 هو اداني يبقى يبقى اذا ال X2 اللي هو محتاج يعينها تساوي كام من من المعادله دي؟ تساوي W1 X1 على على مين؟ على W2 يساوي هنعوض عن ال w 1 ب 200 والاكس مديهاني ب 1 متر على دبليو 2 اللي هي 400 مديهاني في الاخر خالص هيديني في الاخر خالص نص متر يبقى اذا الاكس 2 هو عباره عن نص متر يبقى اذا في المسائل زي كده دايما انا بوجد سمشن تمام سمشن اوف تاو محصله العزوم تمام وابتدي اعوض اجيب العزم الناتج عن القوة الأولى والعزم العزم الناتج عن القوة الثانية ودائما العزم هو قوة في مسافة قوة في مين في مسافة نأخذ مسألة A model for the four arm طبعا خدنا احنا الفور arm اللي هو الـ 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 النموذج بتاع الذراع تمام و A model of for the four arm نموذج للذراع كما هو موضح بالشكل اهو انا عندي نموذج ذراع بهذا الشكل خدناه قبل كده في النظري تمام ادي نقطة البوفوت اللي نقطة ارتكاز عند O هنا E اللي هي عبارة عن البو جوينت اللي هو المفصل هنا دبليو ال W اللي هو وزن الذراع بدي E دي دبليو وزن الذراع هنا T اللي بتبعد مسافة قد تقريبا يعني خمس سنت يعني خمسة من مية من المتر متر طبعا اللي هي بتاعت مين اللي هي بتاعت البايسبس مسل البايس العضله بتاعت البايسبس تمام وعرفناها وخدناها قبل كده وادي النموذج بتاعنا تمام ال ال الوزن بيبعد عن عن عن, 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 عن نقطه ارتكاز البيفوت دي يبقى دي البيفوت ها. بيفوت اهي نقطه ارتكاز بتبعد دي ال الوزن بيبعد مسافه قدرها 15 من مئة، اهي متر يبقى نقرا مثال خلاص احنا رسمناه نقرا مثال عشان نبقى عارفينه كويس A model for, four, for the forearm as in, in this figure is a pivoted bar supported by a cable. the weight W W of the forearm is 12 newton. يبقى دي W دي عبارة عن كم؟ 12 نيوتن. So, 12 نيوت. ده عبارة عن وزن الذراع find the tension T. اوجد الشد T. اللي هو ده بواسطة مين بقى؟ by the biceps muscles بواسطة العضد بتاع البايسيبس. and the force E exerted by the elbow joint والقوة E اللي اللي اللي, اللي نشأ بواسطة إيه؟ بواسطة عبارة عن المفصل. السوليوشن أول حاجة إحنا نفكر نقول applying the conditions إحنا نطبق إيه؟ نطبق الشروط بتاعتنا. إيه الشروط؟ بتقول إن هو بيقول هو في حالة اتزان. الزراعة ده في حالة اتزان. يبقى محصلة القوة اللي بتأثر عليه summation F تساوي 0. طب ايه القوه اللي بتاثر واهو واحد بيقول التي تمام وايه تاني الاي e وايه تاني والدبليو هما الثلاث قوه طب التي هتلف ازاي في هذا الاتجاه اهو كده حوالين او يبقى عكس يبقى نبدا بالتي بقى يبقى تي اهي يبقى تي وبعدين بلس ولا ماينس اشوف الاي e بقى الاي هتتحرك e ازاي هتحرك, هتحرك كده اهو يبقى مع قاربس الدبليو مع يبقى ماينس يبقى ماينس اي e". ماينس الويت بيساوي زيرو ادي القوه بتاعتي تمام هو مديني الدبليو الدبليو ب 12 اهي يبقى في هذه الحاله التي التنشن ماينس الاي اللي هي البو جوينت بتساوي 12 دي اول معادله عندي تمام يبقى دي هستخدمها هناخد بعد كده هنجيب محصله التاو اللي هو التورك 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 دي اباوت مين اباوت الاو شيء طبيعي اباوت النقطه او اللي عند البيفوت التاو مع التاو الـ أباوت الـ 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 O هتساوي إيه؟ أولًا أنا عندي الـ T تمام العزم الناشئ عن الـ T، الـ T تبعه كم عن 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 O؟ تبعه 0.5 متر 0.05 متر يبقى تاو هبدأ طبعًا بيها لأن هي قيمة موجبة مضروبة في مين؟ في 0.05 اللي هي الذراع وبعدين ماينس ماينس الدبليو الدبليو بـ 12 وقلنا دي عكس مع مع قارب سابب بالماينس تمام يبقى ماينص 12 مضروب في كام في المسافه اللي هو ايه 0.15 ده كله بيساوي طبعا الاي ملهاش القيمه في الزراعة لان بتمر مباشره بالاو الاي اللي هو البو جوينت بتمر بالاو بالتالي ما لهاش يبقى ايه ما لهاش عزم العزم بتاعها بيساوي 0 في هذه الحاله انا يبقى عندي المعادله بتاعتي تمام ده معنى ذلك لما ده 12 في المقدار ده هيديني ان الاو بوينت 05 تاو هتساوي كام؟ هتساوي 1.8 1.8 ده معنى ذاك ان التي اللي هو التنشن عند البايسبس ماسلز بيساوي 36 نيوتن لما اعوض بالكلام ده في المعادله الاولى تمام ابلاينج ان ايكويشن 1 ده يديني ان التي ماينس اي e اللي هي بتساوي 12 هنعوض عن التي ب 36 يبقى الاي هتساوي على طول 36 ماينس 12 هتساوي كام؟ هتساوي 24 نيوتن يبقى انا عند الاي 24 24 نيوتن عند عند التي حسبتها يبقى انا حسبت الاي وحسبت التي يبقى انا كده ايه؟ يبقى انا كده حليت المساله بتاعتي اوجدت كل القوه لان هو مديني الويت اللي هو 12 والاي ب 24 نيوتن والتنشن الاي اللي هي البو جوينت ب 24 24 نيوتن والتي التنشن ناشئ عن عن البايسبس ماسل عباره عن 30 6 نيوتن شكرا لكم